السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما أجمل الحديث عن بحر لا يحده أي عمق، عن هبة ربانية مباركة أنعم الله بها علينا جميعا، عن معشوقة عجزت أبيات الغزل أن توفيها جمالها، عن بنت عدنان، عن لغة الضاد وفخر الأجداد، عن لغتنا العربية المباركة الخالدة. إنها لغة الجمال الذي سبى عقول أهلها فحملوها في أرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم. لغة قدستها السماء، لغة الوحي والتنزيل، لغة الأنبياء والمرسلين منذ سيدنا آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. إنها لغة الحضارة الإنسانية المتجسدة في الحضارة العربية في الدين والأدب والعلم والفن. إنها لغة الخلود، خلودها سرمدي تجددي مبدع، بدأ منذ الأزل ويجري في الآن ويصب في الأبد مهيمنا على الزمان كله. واصطفيت هذه اللغة لتكون أول لغة يتخاطب بها الوجود البشري. إنها لغة حوت كتاب الله الخالد، لا بد أن تكون خالدة محمية من الله تعالى. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. سعادة رئيس نادي جازان الأدبي، الحاضرون جميعا والحاضرات من المثقفين والأدباء وأمراء الحرف الأنيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء يتوهج جمالا وثقافة وأدبا، مساء من مساءات الأدب في نادي جازان الأدبي في وطن الأدب واللغة والشموخ،
توهج الشعر في عينيك يا وطني، يصوغه الحق في روحي وفي بدني من أجل عينيك، كل الشعر أسكبه من أجل عينيك، أهدي العمر يا فنني يا شامخا في جبين الدهر مؤتلقا، ها أنت في القلب في الأعماق تسكنني. الحاضرون جميعا أهلا ومرحبا بكم في جازان التي في جمالها تبحر سفن الأحلام، وفي ابتسامة أهلها تصف النفس من الكدر والآلام. عانقها الأدباء بأعذب وأرق الكلمات شعرا ونثرا، رسمها الفنانون بريشتهم سهلا وجبلا وبحرا، هاموا بها عشقا وهم بين أحضانها، وازدادوا بها ولعا ببحرها وكثبانها، صباحها فل ورياحين وماؤها شعر وتلحين. إن الجمال إذا احتواك فضاؤه، قل فيك يا جازان صرت جميلة. المساء يزداد جمالا وأناقة وبهاء، ونحن نتحدث عن لغة الخلود في هذا الملتقى الأول الذي يقيمه نادي جازان الأدبي احتفاء بلغة الخلود بلغة السماء. كلمة رئيس نادي جازان الأدبي الأستاذ حسن الصلهبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الحفل الكريم، أيها الحضور، أيها الفنانون، إن هذه الليلة هي ليلة تاريخية في عمر نادي جازان الأدبي، ليلة لم نكن لنتوقع أن تكون بهذا الجمال وبهذا الثراء وبهذا الحضور. إن نادي جازان الأدبي وهو يدشن ملتقاه الأول للغة العربية، فإنه ينطلق من الأسس التي قامت عليها الأندية الأدبية منذ تأسيسها، وهي خدمة اللغة العربية بشتى الوسائل، وهو الدور الذي قام به النادي سابقا في رعاية الأدب واللغة والشباب المبدع، وفي ذات الوقت يتماهى مع المبادرات الوطنية جميعا، وأخص بالذكر مبادرة وزارة الثقافة بإنشاء مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله لخدمة اللغات العربية، وهو كذلك ينطلق تنفيذا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. لقد ركزت رؤية المملكة العربية السعودية على منظومة العمل الثقافي كأحد مقومات الجودة والنهضة بالفكر قبل البنيان، ودعمت المؤلفين والكتاب والفنانين والمبدعين إيمانا بأن الفن والثقافة الحقيقية والمؤثرة قادرة على تشكيل الوعي وتحصين المواطن وتقويته، وبالتالي قادرة على رسم ملمح من ملامح الوطن وشخصيته الامتيازية أمام دول العالم. وانطلاقا من هذه الرؤية، يدشن نادي جازان الأدبي الليلة فعاليات ملتقى اللغة العربية الأول محتفيا بلغة الضاد، ومكرسا لحضورها بين عشاقها وراسما لها آفاق المستقبل وناظرا بإجلال لهيبة الماضي.
وتشمل هذه الفعاليات على أمسيات شعرية وندوة نقدية بعنوان اللغة العربية الجذور والآفاق. يشارك فيها نخبة من النقاد والأساتذة المختصين، بالإضافة إلى لحضور أسماء لها ثقلها الشعري في العالم العربي كالشاعر الكبير جاسم الصحيح وأمير الشعراء للدورة الحالية الدكتور الشاعر سلطان السبهان وشاعر الفل الأستاذ أحمد الحربي. ولعل أهم ما يميز النادي في ملتقاه الحالي هو معرض الخط العربي حروفيات والمعرض التشكيلي في ظل إعادة تشكيل وتهيئة صالة الاثنينية لتصبح أحدث صالة للفن التشكيلي في منطقة جازان، ولم يكن ذلك ليحدث إلا بالدعم المتواصل والتوجيه الحكيم من لدن سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظه الله. هذا هو نادي جازان الأدبي، وهو يحتفي بالثقافة بمفهومها العريض، ثقافة اللسان واليد والقلب والتفكير، ثقافة الريشة والصورة، ثقافة بناء الشباب الذي مد له الوطن سجادا أخضرا من الدعم والتمكين واليقين والفأل، والرهان دائما على شباب هذا الوطن الأبي. يحق لنا هذا المساء إذن أن نحتفي باللغة العربية وأن نحتفي بالوطن، وهو يزف لكل الجهات كرنفالا مهيبا تتمجد فيه الألوان بكل تدرجاتها الممكنة والمستحيلة، لتصنع من كل لون مشهدا خاصا له فرادة الهوية والوطن، وله ملامح الانفتاح على إرث عالمي كبير تشترك فيه كل البشرية. لقد حرصنا في نادي جازان الأدبي أن نراهن على الشباب اتساقا مع رؤية وطننا الغالي والمشروع التنموي الكبير الذي يرعاه مليكنا المفدى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله وسدد خطاه. ولذلك استقطب النادي منذ البداية نماذج مضيئة ومشرفة من شباب وشابات هذا الوطن، ليس على مستوى المشاركة في الفعاليات فحسب، بل في وضع الأفكار والمقترحات والآراء وفي بلورة الأهداف إلى خطط قابلة للتنفيذ والعمل، وفي تغذية خطة النادي وبرنامجه السنوي بأنشطة جديدة في كافة المجالات، وهو بذلك إشراك كامل يحقق الرهان ويرى نتيجته في الفعل لا في الأثر وحسب، لأن هذا الجيل يملك العزيمة والكفاءة اللازمة لتحقيق الاستدامة في شتى المجالات النهوض بالوطن، ويملك القدرة على نقل الرؤية من حيز التنظير إلى التطبيق العملي برؤى مدروسة وبنسق معرفي متكامل وبقيادات طموحة وملهمة عبر واجهتين هما الثقافة والوطن. ويحق للوطن أن يفخر بهذه الكوكبة من الشباب الملهم الطموح، وأنتهز الفرصة أن أقدم الشكر لهم فردا فردا ولكل الحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سعادة رئيس نادي جازان الأدبي، الحاضرون والحاضرات من المثقفين والأدباء، إنها جازان عاشقة الشعر والثقافة، خلد أبناؤها بماء من ذهب أسماءهم في قواميس اللغة العربية في كل بقاع الأرض. إنها جازان مساحة من الألق المنفرد والجمال المتجدد، هي أرض الفل والكادي وعروس الجبل والبحر والوادي. إنها جازان التي يتنفس أبناؤها صباحا ومساء عشقهم لهذه اللغة العربية. جازان يا هبة الرحمن للعاني، يا لوحة ما لها في الحسن من ثاني جازان، يا موطنا آفاقه صور عزت على شاعر مثلي وفنان جازان. هزي بجذع الخير واغترفي خير العطاء بوعي منك إيماني. قصيدة قصيدة شعرية يتجمل بها المساء في هذه الليلة الاحتفائية في هذا الملتقى الأول للغة العربية للشاعر الأستاذ ملهي عقدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف الكدح واستلذ الخطوب، ثرأ همسة النجا وذنوبا. ألف الكدح واستلذ الخطوب، ثرأ خفقة النجا وذنوبا. كلما استوثقت بحب يداه، أمرته ملامة أن يتوب. عف حتى استوى، ألف الكدح واستلذ الخطوب، فرأى خفقة النجا وذنوبا. كلما استوثقت بحب يداه، أمرته ملامة أن يتوب. عف حتى استوى وليا مجابا، كاد من رقة الهوى أن يذوب. مونق والحياة تبتز عينيه، وتبقي في جانبيه الندوبة. بين بيش وتعشر شاب قلبي ضارعا، ينظر المنى أن تجيب. ألف الشعر طينها وهواها، وتمشى في طبعها والسهوب. سكن الشعر في ثراها نبوغا، فاستوى عوده ومال قضيبا. سكن الشعر في ثراها نبوغا، فاستوى عوده ومال قضيبا. وإذا ما استقام للشعر طبع، تجد النبل والحجى والشحوب. منذ كان القريض والمهد جازان، وإن ظلت العيون الدروبا. وإذا أجدب القريض بأرض، قام منها عذب البيان خطيبا. لبست هالة الجلال المقفى، وارتدت من ضحاه ثوبا قشيبا. منذ كان القريض والمهد جازان، وإن ظلت العيون الدروبا. وإذا أجدب القريض بأرض، قام منها عذب البيان خطيبا. لبست هالة الجلال المقفى، وارتدت من ضحاه ثوبا قشيبا. لغة من منابع النور قدت، وجلال
ود الحياء أن يصوب من ثرى المسجدين ثرت عطاياها وأجنت معلما وأديبا آية آية ويشرق قلب وأحاطت بطبها أيوبا. منذ أن شعشعت على الغار لم تحفل بقال ولم تداهن مريبا أوسعت للعلوم والفن أبوابا وراقتك سائلا ومجيبا. لغة الحرب والسلام ومعنى وسع المدح واحتوى التشبيب بين همس الخلخال والسيف فيها ما يرد الباغي ويشفي الحبيب. لغة الحرب والسلام ومعنى وسع المدح واحتوى التشبيب بين همس الخلخال والسيف فيها ما يرد الباغي ويشفي الحبيب. الخيال انتهى إليها وألقى بين وألقى في يديها الجلية والمحجوبة عصمة من قواعد ومحاكاة وفن آس الحجى والقلوب. يا لأيام ثلة غادرونا سربوا عزة وساحوا طيوبا خطروا في مدارج العلم أفذاذا وصدوا التهريج والتكذيب في بلاد مدت إلى الأرض كفيها وصانت ذمامها أن تخيب عصمت عروة العروبة أن تبلى وسدت على الدعي الدروب. يا ابنة اليوم والعصور الخوالي يا مفازا وحاضرا لن يغيبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إنها لغتي، فخري واعتزازي، لغتي التي بها أسمو، التي تنحني أمامها كل الكلمات وكل الجمل وكل العبارات. إنها فخامة الحديث، إنها لغتنا العربية الفاخرة الفخمة التي نباهي بها كل أرجاء الكون. فالحمد لله الذي وهبنا هذه النعمة. توافقاً مع هذه المناسبة الغالية تشاهدون الآن عرضاً مرئياً عن اللغة العربية. ضجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي فلا تكيلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أنت حين وفاتي أرى لرجال الغرب عزا ومنعة وكم عز أقوام بعز لغاتي أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا فيا ليتكم تأتون بالكلمات أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي ولو تزجرون الطير يوما علمتم بما تحته من عثرة وشتات سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي حفظن ودادي في البلا
وحفظته لهن بقلب دائم الحسرات، وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي، وأسمع للكتاب في مصر ضجة فأعلم أن الصائحين نعاتي. أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي، سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي، فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده ممات لعمري لم يقس بمماتي. سعادة رئيس نادي جازان الأدبي، الحاضرون والحاضرات من المثقفين والمثقفات والأدباء والشعراء وأصحاب الريشة وكل من يشارك معنا في هذا المساء في ملتقى اللغة العربية الأول الذي ينظمه نادي جازان. لقد سعى نادي جازان منذ وقت مبكر للعمل على هذه المناسبة الغالية، فقدم مسابقة تتغنى بجمال هذه اللغة العربية، شارك فيها 44 شاعرا وشاعرة من مستوى من كافة مناطق المملكة. ويسرنا في هذا المساء أن نعلن النتائج بأسماء الفائزين، وإن كان قد تعذر حضورهم جميعا فلهم العذر ولهم الشكر الجزيل على ما قدموه لهذه اللغة العربية من تخليد بشعرهم وبقافيتهم العذبة. الفائز الأول الشاعر أمين عبد الله حيان، قصيدته تحت عنوان لغة بذنب أبيض. الفائز الثاني الشاعر حسين علي آل عمار بقصيدته التي تحمل عنوان آخر ما تلاه الضوء. الفائز الثالث الشاعرة إيمان بنت محمد الحمد في قصيدتها لغة الخيل والليل. فكل الشكر والتقدير لكل من شارك في هذه المسابقة باسم كل نادي جازان الأدبي، مجلسا وأعضاء المجلس وأعضاء الإدارة وكل مثقفي جازان، لهم كل الشكر والتقدير على ثقتهم الكبيرة في ناديهم نادي جازان الأدبي. حفلنا الكريم الآن، يتقدم الأستاذ الرسام الجميل ماجد حملي بتقديم إهداء لسعادة رئيس نادي جازان الأدبي. طبعا هذا الإهداء لوحة باسم شعار النادي في أربعة أوجه للخط بالخط الكوفي المربع. هذا هو إبداع جازان، هذا هو الجمال الذي يتغنى به أبناء جازان صباحا ومساء كيف لا، وكبيرهم الذي علمهم الجمال الأستاذ الكبير علي ناجع يشاركنا في هذا المساء. اللوحة الثانية عبارة عن لوحة
لوحة حرق على الخشب للأستاذ حسن الصلهبي، وهي بالخط الكوفي المبسط بدون فواصل. اللوحة الأخيرة من إهداء الأستاذ ماجد بن علي حملي، عبارة عن لوحة حرق على الخشب للأستاذ القديرة خديجة ناجع، وهي بالخط الكوفي المبسط بدون فواصل. وهذا إهداء من الأستاذ نبيل شيعاني للأستاذ حسن الصلهبي رئيس نادي جازان الأدبي، عبارة عن لوحة تكوين حرفي. جازان يا أعذب الألحان في وتري، عزفتها عشقا في الهام والجزر، قد همت في حسنك الرفاف مرتحلا، والشوق في داخلي يهواك فانتظري. يا دوحة قد بدت للعين زاهية، طاب البهاء على خديك فازدهري. منك الهوى زارني عبر الصفا طربا، فجال في خاطري وانثال في نظري. يا جنة في رياض السحر هائمة، أمست بأفنانها خلابة الصور. سعادة رئيس نادي جازان الأدبي، الحاضرون والحاضرات جميعا، شكرا لكم لتشريفنا في هذا المساء المعطر والمزداد جمالا بحضوركم، والذي تنفس بهاء بروعتكم في فعاليات هذا الملتقى، ملتقى اللغة العربية الأول الذي ينظمه نادي جازان الأدبي. شكرا لكم، تحية لكم، تحية لجنودنا المرابطين على حدود هذا الوطن العظيم، تحية المجد والفخر والاعتزاز بهم جميعا، فهم دائما لنا العنوان الدائم للوفاء، العنوان الدائم للحب. كتبوا أسمى آيات الوفاء على غيمات هذا الوطن، فهنيئا لنا بهم وهنيئا لنا بهذا الوطن العظيم. يتفضل سعادة رئيس نادي جازان الأدبي بتكريم الأستاذ الشاعر ملهي عقدي. الأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ جماح تغريري. وتتواصل فقرات الملتقى بعد هذا الفاصل. أدعو الدكتور الأديب أحمد يعقوب لإدارة الأمسية الشعرية. شكرا لكم.